السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم كيف تشيل الحظر ان شخصين معطين بعض بلوك. مثلا انا اعطيت شخص بلوك وهو مع الايام وبعد كذا اعطاني بلوك، كيف اشيل هذا البلوك او كيف اشيل هذا الحظر بالطريقة القديمة؟ للانستغرام كانت الطريقة سهلة جدا، يعني يكون طرف ثالث بالموضوع، يعني شخص ثالث يحطنا في جروب بالرسائل، اجي انا ادخل على اعدادات الجروب او الشخص الثاني يدخل على اعدادات الجروب وبعد كذا يدخل على صفحتي ويحذف الحظر او يزيل الحظر وبعد كذا انا اشيل الحظر عنه وبكذا نرجع لبعض. الطريقة الثانية كنت اكتب اسم حسابه، يعني باي تعليق، يعني اكتب احط علامة الات واكتب اسم حسابه وبعد كذا اضغط على حسابه يوديني لصفحته واشيل البلوك وبعد كذا هو يقدر يشيل البلوك عني. طبعا اسم الحساب ما يظهر بالبحث نهائيا، لا عندي ولا عنده. طريقتين هذه اللي الغوها الانستغرام. الطريقة الثالثة للأسف الشديد استمرت اقل من 24 ساعة، انا سويت لها شرح ولكن الانستغرام الغاها، اللي هي الشخص الاول اللي عمل بلوك يقدر يشيل البلوك وبعد كذا الشخص الثاني يقدر يشيل البلوك. لكن زي ما قلت لكم الثلاث طرق هذول الانستغرام الغاها كلها، وللامانه انا كلها علشانكم طبعا. للامانه انا تعبت جدا جدا وبحثت في هذا الموضوع ولا حصلت حل، لكن الحمد لله بفضل الله عز وجل حصلت حل لهذا الموضوع. خليت صديق من اصدقائي يعني يسوي لي بلوك وانا اسوي له بلوك، وبقيت ابحث في الموضوع والحمد لله توصلت الى حل. الحل بسيط جدا، انك تدخل بالحسابين من نفس الجهاز، يعني اذا كنت واثق فيه يعني تعطيه رقمك السري واسم الحساب ويدخل من جهازه ويشيل البلوك، سواء يدخل من حسابك انت شخصيا او من حسابه او العكس ويشيل البلوك وبعد كذا خلاص تقدرون تفكون الحظر عن بعض، او هو يعطيك اسم حسابه وكلمة السر الباسورد يعني وتدخل من حسابك وتزيل الحظر. نشوف مع بعض الطريقة. طبعا الحين انا داخل بحسابي فقط عشان اعلمكم الطريقة كيف ما اقدر اشيل البلوك وبعد كذا اقدر اشيل البلوك. هذا حسابي في انستغرام وتشرف بمتابعة الجميع. طبعا انا ماني مسجل دخول باي حساب، حسابي فقط. هذا الشخص اللي مسوي له حظر. ندخل هنا على بلوك اكونت من هنا وبعد كذا تطلع لي الاسماء اللي انا معطيها حظر، ادخل على الشخص هذا. لما ادخل عليه ما اقدر، زي ما انتم شايفين يبقى مظلل الاسم حسابه وما اقدر ادخل على هذا الشخص. لما اكتب اسم حسابه بالبحث نفس الطريقة ما يظهر معي بالبحث، يقول لك نو، يعني ما في اسم، ما في حساب بالاسم هذا. الحل مثل ما قلت لكم انك تسجل دخول بالحساب نفسه، يعني تسجل دخول بالحسابين من نفس الجهاز وراح تشيل الحظر. نشوف مع بعض طريقة تسجيل دخول بحساب ثاني. ننزل للأسفل ونضغط على هذا الخيار من هنا ونسجل اسم الحساب، بعد كذا الباسورد، سجل دخول. زي ما انتم شايفين انا سجلت دخول باسم الحساب هذا، طبعا هذا صديقي ويثق فيني واثق فيه. بعد كذا نقفل، بعد كذا نرجع للحساب الاول اللي هو حسابي، ترجع للحساب الاصلي اللي انت مسجل فيه دخول بالاساس، يعني الحساب الاول اللي هو حسابي. بعد كذا نقفل انستغرام من هنا وندخل ثاني مرة. الشرح طال بس معليش عشان تفهمون الطريقة أول بأول. ندخل من هنا وندخل على الإعدادات من هنا ونروح على بلوك يوزر أو بلوك أكونت من هنا زي ما تشوفون، وهذا اسم الحساب اللي قبل شوي ما دخل معايا. الحين نقول بسم الله، زي ما تشوفون دخل على الحساب، ولما أضغط على 3 نقاط من هنا يطلع لي هذا الخيار اللي هو إزالة البلوك. لما أشيل البلوك يقول لك هل أنت متأكد من إزالة البلوك الحظر؟ أقوله نعم، وبعد كذا أرجع على الحساب نفسه وأشيل البلوك من هناك. عشان الحين لما أروح للبحث أشوف يظهر حسابه ولا ما يظهر، ولا لازم يشيل هو الحظر عني. لحد الآن باقي لازم هو يشيل الحظر عني.
انا الحين انا شلت الحظر عنه، ندخل على حسابه من هنا وندخل على الاعدادات من هنا، خليه يفتح الحساب بس شوي، النت شوي ضعيف، ندخل على الاعدادات من هنا ونروح على بلوك يوزر او بلوك اكونت. قديم كان الاسم بلوك يوزر، الحين تغير الاسم. ندخل من هنا وزي ما تشوفون هو معطيني بلوك، لما يدخل على حسابي راح يفتح معه ان شاء الله. زي ما تشوفون هو يقدر يشوف حسابي ويظهر معاه بالبحث، لكن انا ما من حسابي الحساب ما اقدر اشوف، لازم هو يشيل البلوك. نروح من هنا ونشيل البلوك من هنا ويسأل هل انتم متأكد، ونقول له نعم. زي ما تشوفون خلاص هذا التأكيد، بعد كذا تظهر له الصور زي ما تشوفون هنا. ولما اروح من حسابي انا عشان نتأكد بس، لما ابحث عن حسابه زي ما تشوفون حسابه ظهر لي هنا، ولما ادخل على الحساب نفس الطريقة تفتح لي الصورة ويفتح لي كل شيء. اتمنى الشرح واضح وبسيط وسهل. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة، لكن اطلب منكم طلب اخواني، اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي باليوتيوب ونشر قناتي لاصحابكم بالجروبات وغيرها. اشكركم على المتابعة وفمان الله.